السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم الجديد على القناة معكم لطيفة من قناة شوية أمينة نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله آه اليوم غادي نشوفوا واحد ثلاثة الوصفات اللي هما آه سلطات أو لشلايد اللي كان دائما وعزاز على المغاربة اللي هما زعلوك البقولة بالسبانخ والفلفلة وهذا المرة غادي نصيبهم بالروبو ميكس إذا ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع الوصفه الاولى واللي هي البقوله بسبانخ اللي آه كتجي لذيذة بزاف آه غادي نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير إذن على بركه الله غادي نبداو بالنسبه لهذه الوصفه انا هنايا غادي نستعمل 300 غرام ديال السبانخ اللي مغسوله من قبل عندي هنايا نص لتر ديال الماء واحد الضمه البنه بنكهه الخضر اذا هنا غادي نوريكم غير كيفاش كنقي انا لي زيبيناغ ولا سبانخ كنحيد لهم هذوك العويدات بحال هكا مرا مغسولين وحيدت لهم من قبل غير باش نوري لكم آه كيفاش كنحيدوهم نظن انكم تعرفوا ولكن للتذكير فقط اذا هنا كنحتاجوا لهاد الكميه انا عندي 300 غرام تقدروا ديروا كميه مضاعفه الا بغيتوا هنا كناخذوا آه البول ديال الثيرمو ميكس كديرو فيه أو لكن وزن خمسمية غرام تق... على الأقل يعني أو على الأكثر عفوا خمسمية غرام ديال الماء وكندير فيه ديك الضامه ديال البنه انا هذا غادي نحتاجه من بعد باش غادي ندير به واحد لا سوب ما غاديش نرميه داكشي علاش بغيت الضامه ديال البنه تعطي البنه لي زيبينار للسبانخ ونستعمل هذاك الماء اذا هنايا يعني انا غادي نغلق آه، تيرموميكس لو بول وغادي ندير فوق منه هذاك الفاغوما ونغطيه انا هنا غادي نفور دوك سبانيخ غادي ندير لهم هنايا كما كتشوفوا آه درجه الحراره فاغوما غادي نخليهم عشرة دقائق كيرجعوا بحال هذا الشكل هذا هنا بالنسبة لشنو غادي نديرو في هاد لي غادي نحتاج هنايا عندي القصبر والمعدنوس واحد القبطة قصبر ومعدنوس عندي هنا يا التوابل عندي هنا الكمون بزيادة شوية الكركمة شوية التحميرة البزار الملحة والبزار الحار او التحميرة الحارة اللي هي اختيارية كيف ما بغيتو داكشي اختياري انا كتعجبني غادي نديرها غادي نحتاج هنايا واحد عصير دحامضة الزيتون مقطع هنا غير التزيين والثومه انا عندي هنايا خمسه ديال الدروز الثومه ولا دريوز الثومه اللي منقيه من طبيعه الحال اذا اول حاجه كناخذوا هذاك القزبر والمعدنوس وكنديروه في داك لو بول مع الثومه وغادي نديرو نديرهم يتطحنوا عفوا هنا غادي نديرهم على فيتاس آه ولا ستة ثواني عفوا فيتاس ست صافي من بعد كان نهودو هذاك داك القزبر مع النوس نتوما كنحيدوهم من الجوانب ديال البول ودابا غادي نزيدو عليها هذيك السبانخ اللي فورناها اذا هاد الطريقه كت يعني تقدروا ديروها حتى عاديه بلا هاد بلا هاد الاله هذه ولا بلا هاد الروبو هذا تقدروا ديروها الطريقه عاديه يعني تفوروا لي زيبينار وديروا معاها نفس نفس يعني التوابل وراها كتجي زوينه غير شنو باش تطيب في هاد الروبو غادي طيبوها في مقله صافي يعني ما كاينش شي تغيير غير هذا كي شويه كنربحوا الوقت انا ما كنبقاوش حاطين المقله وكنحركوا يعني كندير فيه كل شيء وغادي يطيب بلا ما غادي نقابلو وكما شفتوا يعني ما محتاجيتش شي شي حاجه باش نطحن او لا يعني هو منه فيه كل شيء اذا هنا نفس الشيء غادي نطحن هنايا الكل على 6 ثواني فيتيس 7 كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا وانتم تقدروا تضاعفوا الكميه كيف ما قلت لكم انا هنا درت غير كميه قليله اللي تقدني انا غادي نزيد التوابل غادي نزيد الحامض وهنا بالنسبه لزيت الزيتون ما ذكرتوش في المقادير هنا غادي نحتاجو النصف اه ديال العبار ديال هذاك الغطاء ديال الثيرموميكس ديال زيت الزيتون كنعرفوا بانه سبانخ كيبغيو كي اولا البقوله كتبغي زيت الزيتون صافي هنايا كنغطيوه و اولا تنسدو اه لو بول وغادي ندير له انا 5 دقائق فاغوما باش كيطيب يطيب او لا طيبنا ديك لي زيبينا انا حيت حيت ما عنديش بزاف داكشي علاش ما غاديش نكثر في يعني في الدقائق غادي ندير له غير خمسة دقائق وندير فاغوما او واحد صافي وغادي نخليوه كما كتشوفوا ها من بعد ما داز ديك الخمسة دقائق كيجي كي على هذا الشكل هذا يعني كما كتعرفوا البقوله انا زينتها هنا بالحامض وزيتون على ذكر الحامض تقدروا ديروا فيها الحامض مصير ولكن انا ما كيبغيوش ولادي ما درتوش تقدروا تزيدوا فيها الحامض مصير يعني كتجي احسن والد كتقدم بصحه وراحه يا يعني اما برده او, لسخونة أو, أو لا سخونه مع حوت مشوي او لا مقلي او لا حتى مع المرقه لماذا دابا غندوزو الوصفه الثانيه كما كتشوفوا على الصور وهي زعلوك ديال الدنجال اذا زعلوك ديال هو نفس الشيء كيتقدم اما بارد او سخون سخون ولديد وكل شيء كيبغيه كل شيء كي كيعجبو كي اذا على بركه الله غادي نبداو في هذه الوصفه ديال الزعلوك ديال الدنجال كنحتاجو هنايا انا الكميه غادي نكثر نتوما تقدروا تقلوا آه ديروا نصف الكميه عندي هنايا اربعه ديال الدنجالات اللي بطبيعه الحال مغسولين نتوما تقدروا كما قلت لكم ديروا غير زوج الا بغيتوا ولكن انا كندير كميه كثيره كنخليها في الثلاجه عندي هنا ربطه ديال القزبر والمعدنوس عندي هنايا خمسه ديال المطيشات واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك نص معلقه ديال الخل وعندي هنايا ثومة كما كتشوفوا سته دراس الثومه ولا دريوس مع الكركمة التحميره الملحه الكمون البزار وشويه ديال الحار والتوابل اختياريه وعلى حسب الكميه وزيت الزيتون بطبيعه الحال اذا هنايا اول حاجه انا غادي نقي ونقطعه مربعات وما حتى هي نقيها اذا هنايا غادي نبدا بالقزبر والمعدنوس غادي نديرو في الروبو هو والثومه إذن هنايا أنا غادي نطحنهم على <hesitation> لمدة ستة تواني عفوا لي مو <hesitation> على فيتاس سبعة. دونك سي سكوند فيتاس ست. صافي من بعد ما كتسالي غادي نزيد المطيشة لي أنا هنايا نقيتها. وحيت لها غير داك داك السريعه ديالها الا بغينا نقولوا وقسمتها على زوج تقدروا تخليوها غير هكاك المهم خصها تنقى وتحيد منها هذيك ديك السريعه غادي نزيدها على هذا القزبر والثومه وغادي نميكسيوها حتى هي او نطحنوها المده ديال 6 ثواني سرعه 7 او لا فيتيس 7 ومن بعد كما كتشوفوا التنجال هنايا قطعته نقيته خليت واحد شويج ديال لان كيعجبني يبقى فيه واحد شويه ديال ديال القشره هنايا كنزيدو التنجال من طبيعه الحال انا كما قلت لكم درت اربعه يعني غتجيني كميه كثيره ولكن انا كيعجبني نديرو بالزايد وكنخليه في الثلاجه ولا حتى خليه حتى في المجمد راه كيبقى مزيان غادي نزيد التوابل من الفوق غادي نزيد زيت زيتون انا هنايا منين عندي الكميه آه كبيرة غادي نزيد ديك المعلقة دي عفوا ديال ديال مطيشة الحك وهنا بالنسبة لزيت زيتون كما قلت لكم أنا عندي الكمية كثيرة يعني غادي نعمر هذاك داك الكوبلي ديال ديال, ديال, ديال تيرموميكس نتوما إلا كنتو غديرو غير زوج د الحبات أولا نصف الكمية ديرو غير النص ديال ديال الكوبلي ديال الزيتون صافي هنا ما بقى هنا ما بقى ليا غير نغطيها غادي ندير داك الكوبلي غادي نقطرو من داك الزيت اللي باقيه فيه صافي هنايا غادي نريكلوها على عشرين دقيقه غادي ندير لها فاغوما غندير سونس انفيرس اللي قلت لكم هو هذا يعني هذا لو سامبول وغادي ندير فيتاس زوج وغادي نخليها كطيب كما قلت لكم من بعد ما دازت ديك 20 دقيقه انا حليتها كما كتشوفوا راه ودات هذيك داك الطنجره راه ودت عليها هذيك الخل ديك, ديك, ديك مع معلقه ديال ديال الخل وكنسد و كنديرها على واحد 5 سكوند فيتيس 5 اولا 5 ثواني على سرعه 5 صافي و ها هو التنجال ديالنا وجد كناكلوه بالصحه والراحه التنجال حتى هو زعلوك كناكلوه اما بارد او لا سخون حتى هو كيكون مرافق اما المشويات او لا لي الحوت مقلي او لمشوي مشوي او لا حتى المرقه يعني محبوب الجماهير لنا الوصفه الثالثه وهي الفلفله او لا تشك. تشكشوكة او لا كل واحد شنو كيسميها آه هنا اذا انت هي كتجي زوينه بزاف 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 عجبتني انا هنا بالنسبه لهاد الكميه انا اللي غادي نستعمل آه مالوغوزمون ولا للاسف استعملت كميه قليله آه عندي زوج ديال الفلفلات ثلاثه ديال المطيشات تقدروا تضاعفوا الكميه وهنا عندي التوابل كاين الكامون البزار التحميره شويه ديال الحار كركمه والملحه ومتابعة الحال التومة عندي هنا زيت الزيتون والقزبر والمعدنوس وواحد المعلقه صغيره ديال مطيشه الحك اذا هنا كما قلت لكم انا ندمت اللي ما زدتش بزاف ولكن تجربه المره الجايه ان شاء الله وندير بكثره هذه كانت غير تجربه اذا على بركه الله انا قطعت الفلفله مربعات وخليتها انا قطعتها في الروبو وخليتها على جنب هنا كناخذ القزبر والمعدنوس كنديرو مع الثومه تبع الحق صبر النوس راه كيكون منقي كنديروهم مع واحد ثلاثه الثواني فيتيس سبعة من بعد كان كنهودو هذاك القزبر والمعدنوس والثوم يعني طبيعه الحال خصنا نهودو باش ما يبقاش لاصق لينا في في دي الجناب ديال لو بول من بعد غادي نزيدو مطيشه اللي نقيناها من قبل وحيدنا لها هذاك الزريعه ديالها ولا داك الماء ديالها غادي نديروها حتى هي واحد 3 ثواني والسرعه غادي ندير هنايا خمسة صافي دغيا من بعد داك الفلفله اللي انا قطعتها كما قلت لكم قطعتها من قبل وخليتها على جنب قطعتها في الروبو وخليتها على جنب هنايا زدت الفلفله زدت هذاك المطيشه د الحك غادي نزيد التوابل و زيت الزيتون هنايا غادي نزيد نصف ديال الكوبلي ديال زيت الزيتون صافي هنا ملي زدنا كلشي آه غادي نبروغراميو هنا حيت الكميه ماشي بزاف هنا نبروغراميوه على 20 دقيقه فاروما حتى هو و انفيرس انا هنا غلطت درت فيتيس اه تخوا ولكن لا آه خص تكون غير لا كويير ديك ديك المعلقه السامبول ديال المعلقه صافي و كنخليوها هنايا حتى كطيب يعني فعلا كما قلت لكم جات روعه عجبات ولادي عجبات يعني عجباتهم بزاف بزاف كيجيو فنين صراحه يعني ما كنتش متصوره انها تكون هاد النتيجه بحال هكا سلطات بتلاتة ها هما موجودين كيجيو شهوة منهم نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك في اسفل الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه في المواقع الاجتماعيه مع الاصدقاء والاحباب خليكم مع الفيديو ونقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله وصفه اخرى من وصفات الثيرموميكس او لا وصفه عاديه بدون الروبو ديال الثيرموميكس لانه ما ندير غير وصفات ديال الثيرموميكس غادي يكونوا وصفات متنوعه ان شاء الله اذا معليا نقول لكم تهلاو في ريوسكم والى الملتقى سلامه